مع بعض الطقس السطري اللي بتسموه في راس الكاولين كيج. الناس اللي ذاكرت او تبقى مذاكره ان شاء الله باذن الله هتسمعني كويس قوي في اللي جاي. بس مدي حد من قدامي يصور يا احمد جلال فين؟ لا يا عم ده مش هيجيب حاجه، بس الموبايل ريزوليوشن بتاعه مش عالي قوي. حلمي حلمي شوف حد من قدام كده يمسك يصور عشان الكاميرا مغلقه. هنا كده يا ولاد. ما فيش تصور عشان ده مش في كاميرا؟ في كاميرا. ده الموضوع لا ما هو مش هيجي صورته. ارفع انا اصور له احسن خلاص يا عم. محمد محمد صور مش عارف. طب ما هو من بس لما يجي يا عم. حاضر صور كويس. خليه صورته لغايه ما العرض دي يا ولاد. الناس اللي ذاكرت او عندها فكره بقى وبعدين بيقول لك الناس اللي ذاكرت الحق دي بس عملنا عرض مين يا ولاد السر. وبعدين طبعا باذن الله توجهت السكاشن قريب ان ملابينا مع بعض عقد السرنم بتبقى عباره السرنم يعني خنجر. على فكره شبه الخنجر دي كرشين بيبقى له ايد وله جف وله مقدمه. اللي فوق ده بيسموه مانيبرا بالسرناي. المانيبرا ايد ده المانيوال ايد الخنجر كده المانيبرا بالسرناي. وبعد كده اللي من اول هنا لغايه هنا ده بنسميه بادي. المكان اللي فيه المانيبرا ده بيقابل البادي دي بيسموها منيبريا يا جماعه او سترنو منيبريا الجوينت. وبيبقى عنده انجل كده بتبقى بارزه بيسموها انجل الخواجه لوس او سترنال انجل. هنا ده منيبريا سترنال المنيبريا مع السترنال بتاعه. تحت هنا كده يا ولاد بلاقي ان البادي بيقابل انجل بروسيس طبعا كده زي بوي بروسيس. واللي فينا عرب الترانس ميجر كانت بتاخد اورجن من السترنال داوت وذا ديب سترنال جنكشن. كلمه زي بوي يعني خندر يعني بروسيس الخندر لان هو المفروض هي كلها بعضها عامله زي الخندر. فكلمه دي بويد يعني خندر او شبيه الخندر يعني. وبعد كده البادي كده يبقى العظم عباره عن كام جزء يا ولاد؟ ثلاثه من ابريام وبادي وزي بويد. طبعا مش هضيع المحاضره فيه انما نتفق مع الناس الصح يا معايا على الاتي. ان انا بجيب كده في المنيبريا من فوق للطلبه الصحيين الاقي المنيبريا فيه من فوق نوتش كده اسمه جاجيلار نوتش او بيسموه احيانا سوبرا سيرنال نوتش يعني ليه اكثر من اسم النوتش اللي فوق ده. على جنب هنا في كلافيكيلار نوتش اللي كان بيتركب فيه ميديا الاند بتاع كلافيكيلار جوينت اسمه ستيرنال كلافيكيلار نوتش. بعد كده لما تبص على السيرنال تلاقي دي فاسد 2 3 4 5 6 وتحت فيه كمان رابيتين. الفاسد دي تركب فيها كوستا كارتج الاولاني الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. الاولاني بيركب مع النيبيا والسابع بيركب مع البادي مع الزيفويد والثاني مع المانيبرا مع البادي. اما مين الثالث والرابع والخامس والسادس مع مين بس؟ لو البادي مع البادي خمسة. ده معناه انت عندك كام دولار؟ لو حد فينا ذاكر عندنا 12 دولار يمين و12 دولار شمال. كل ده اللي في اخره من قدام غضروف اسمه اولاد كوستر كارتش. هل ده معناه كل كوستر كارتش كده وصلوا للستيرن؟ قالوا لا ده انا عندي سبعه بس. يبقى في بقيه كوستر كارتش ما بتوصلش لعظم فينا يا اولاد الستيرن. وهنا اتفقوا مع بعض قالوا يبقى ممكن نقسم الريبس لما تاخد باذن الله في العمل لحاجه اسمها ترو ريبس وفولس ريبس. ايه معنى ريب ترو وايه معنى ريب فولس؟ لما كده لو الريب يجي من ورا لقدام يوصل للستيرن يبقى اسمه ترو. اما لو جه الريب ما وصلش للستيرن يتسمى ايه يا ولاد لما كده؟ فولس. يا ريب حقيقي يا ريب كاذب. مين الريبس الكاذبه بقى؟ 8 9 و10 و11 و12. مين الريب اللي تاخد لقب ترو؟ اللي هي من 1 لايه؟ ل 7. مش كده لا اللي هو وصل العرض فيه يا ولاد الاستيرن معاه. الناس اللي صاحيه يبقى الاستيرن قبل ما نقفلها وطبعا هنكمله بقى في العمل ان شاء الله. اللي فوق ده بتسموه يا ولاد ميني بريم. واللي انت سميته بعد الحته اللي تحت دي سميتها يا ولاد زي بويل بروسيس. اسمها يا ولاد زي بويل بروسيس. بيسموها ايه لو معايا كده؟ بسميها زي بويل يا ولاد بروسيس. دي بالنسبه للعرض مين لما كده الاستيرن قادر ان كان. الناس اللي بصها معايا كده نقدر نوافق مع بعض ان ده لو جينا قلنا كده ده مين ده ولاد لو كده ده قفص صدري على بعضه كده محدش يبقى سرحان ابدا منها. لو انا بصيت كده على القفص الصدري بتاعي الاول ريب جاي كده والتاني والتالت اخر ريب يوصل هنا نمره سبعه بعد كده يجي التاني والتاسع والاخر. والريب العايمه دي اللي تبقى 11 واقف 12. بعض الناس اللي قاعده صاحيه تبص كده تلاقي الريب التاني عمل كوستر كارتريج انتهت السابع.
والتاسع بتاع في الثامن والعاشر في التاسع. يبقى الريتم كام كام كام؟ الريتم الثامن والثامن والتاسع والعاشر هما فورس ريبس. بس ثابتين ورا في العمود الفقري وجايين قدام التي في الكرش اللي قبلهم، فعشان كده اطلقوا عليهم اسمه فيرتيبرو كوندرال. اكيد خدتوا انتوا شويه ستورج كلمه كوندرا وكوندر بلاس وكوندر يعني كارتر. يبقى لما بدا يبدا من ورا في العمود الفقري وتي قدام في الكارتج اللي اعلى منه اسميه من انهي نقول؟ فيرتيبرو كوندرال. اسميه فيرتيبرو ايه؟ كوندرال. اعتقد انك بقى انت عندك الريبن من 11 و 12 الريبس دي مش كامله قدام وعايمه، فاطلقنا عليها عنوان اسمه ايه؟ الدروع العايمه اللي هي فلوتنج ريبس. وبالتالي انا هقول حاجه للشطار، لو انا جيت من الريب الاولاني لغايه الريب السابع هسميهم ترو ريبس. طيب وبعد كده من الثامن ل 12 بس من 8 ل 12 قعدنا تقسيمهم لكام مجموعه؟ اثنين. مجموعه تسمى فيرتيبرو كوندرال عشان ثابته ورا قدام بس في الكارتش اللي قبلها مش الاسترنم. طب اللي بعدهم اللي هم 11 و 12 سميتهم الدروع العايمه بتاعتي. اللي جاي ده لازم يتسمع كويس قوي. كل ضلع اخوه بينهم سبيس، اسمه ايه السبيس اللي هنا؟ انتركوستال سبيس. انتركوستال سبيس. طبعا سمعت ممكن الكلام ده زمان على خفيف كده. طب ده الضلع الاولاني يبقى ده السبيس الاولاني، السبيس الثاني، الثالث، الرابع وهكذا. يبقى ضلع وبعدين السبيس بتاعه، ضلع وبعدين السبيس بتاعه. الناس اللي قاعده صح ده يقول لك الضلع نمرة 11 و 12 ما بيوصلوش لقدام. فيبقى السبيس اللي موجوده بين الضلوع كامله من واحد لغايه تسعه بس. يبقى انا قلت ده اول تاني تالت رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع سبيس. طب بقيه السبيس مش واصله لقدام ليه لما كده؟ عشان الريبس بتاعتهم عايمه مش واصله لقدام. يبقى انا بقول انتركوستال سبيس اللي بين الضلوع كامله لغايه قدام كلها ولا مش كامله لغايه قدام؟ مش كامله. مش كامله. مش كامله يا دكتور. عندنا في سبيس اللي هو العاشر وال 11 انكمبليت قدام، مش كامله. ده ليه انكمبليت قدام؟ لو عمل كده الريبس بتاعتهم مش كامله قدام. يبقى انا لما اكون بذاكر ريبس طبعا هناخد في المشرحه في باذن الله ان شاء الله في المشرحه الريبس دي الديتيلز واقعد اتفرجوا عليكم قد ما لقيت. انما احنا دلوقتي عايزين اللي ينفعنا في النظري مش كامله لا، فبالتالي ينفعني في النظري ان انا عندي في حسبيسه اعداد 11 منهم تسعه كاملين قدام، اما الاثنين اللي في الاخر مش كاملين قدام. طب ما كملوش ليه؟ ما كملوش لقدام. الريبس بتاعتهم عايمه ما بتوصلش لقدام. ليه الريبس اللي كام؟ 11 و12 اللي هي الدروع العايمه بتاعتنا مش اللي اسمها فلوتنج ريبس اللي بنسموه ايه يا اولاد؟ فلوتنج ريبس. فينا ده كلام؟ ده شرط الامكان كده. الريبس بقى دي احنا اتفقنا فيه ترو حقيقي اللي وصل للاسترنم والفرصه اللي ما وصلتش للايه؟ للسنه دكتور. ده لما بناخد الريبس نفسها وندرسها نلاقي كلها مش شبه بعض، منها طويل ومنها قصير ومنها متني منها مزود حاجه ومنها منقص حاجه، فيبقى سميناهم لتيبيكال واتيبيكال. الشطار اللي قاعدين قدامي نتفق على حاجه، الريب يتقسم لترو وفولس، اللي وصل للاسترنم يبقى ترو واللي ما وصلش يبقى كاذب فولس. خلاص قفلنا. شكل الضلع بقى ملوش دعوه بالاتاتشمنت، ملوش دعوه ثابت فين، شكله نفسه. لقينا اول اثنين واخر ثلاثه اتيبيكال مش تيبيكال في الصفات، من 3 ل 9 فيهم نفس الصفات يعني تيبيكال ريبس. تيبيكال ريبس يعني اللي هيد ودي كلهم مرتبطين على نفس الحاجه. يبقى لما اقول ايه معنى تيبيكال واتيبيكال وايه معنى ترو ايه معنى فولس للطالب صاحي، كميه اسئله ام اس كيو في الحته دي في الكتاب مالهاش اول ولا اخر. مش شغل لما تستخدم سيف اساس تتقلب فيه تلاقي عمال يلعب معاك في اسئله ام اس كيو لغايه ما تشبع بين ترو فولس وبين تيبيكال ونون تيبيكال. يبقى امتى الريب يتسمى ترو او يتسمى فولس؟ يوصل للاسترنم ترو واللي ما وصلش فولس اكتب على جنب. قال طب ايه تيبيكال وايه نون تيبيكال؟ قال انه زود معلومه او نقص معلومه عن اخواته يبقى نون تيبيكال، واللي ملتزم بنفس الفكره يبقى اسمه ايه؟ تيبيكال. يبقى دي معتمده على شكل الضلع وليس هو ثابت فين. فين هذا الكلام؟ طب مين هم التيبيكال ريبس؟ قال لك من 3 ل 9 يبقى ملوش دعوه بالفرصه ترو بقى. احنا اول واحد والثاني واحد كنا نعتبرهم ترو، يبقى من 3 ل 9 يعتبر ايه ولا ما كده؟ تيبيكال. تيبيكال ريبس صفاته ايه؟ اللي بتعمليه النهارده. قال تيبيكال ريب ليه؟ قال تيو اند وليه بوستير اند ومنهم ايه يا ولاد لما كده؟ خاف. الناس اللي صح ليها تبص معايا في الصوره دي. احنا هنا جايبين الريب قاصين عليه هو بقى كده بنبص عليه. الريب بتاعه بيبقى له بوستير اند وليه من قدام دي اسمها بيل انتيو اند وبينهم في النص ده بنسميه شاف. انا كده الريب قصيته من ورا. دي البوستير اند واللي قدام دي تبقى انهي اند ولاد؟ انتيو.
شطار قوي الانتيرو ايه ده هو ليه عامل دول تاني مختلفين بقى كارت مش انا ريت ده بصيت من ورا كده حطيت ريت كده وخدته في ايدي بصيت عليه من ورا كده ده ريت ماسك كده ببص عليه من ورا فلما ببص عليه من ورا فين قدام كده هنا تتراجع عضله اسمها عضله 2 ورا ريت كولا اسمه فيرتيبرال كولا وبالتالي الريت بتاعه اتصور كده في هذا كده هيبقى له اند قدام اسمها انتيرو اند واند ورا اسمها انتيرو اند الانتيرو اند بتاع الريت بيتراجع فيها غضروف اسمه الغضروف ده كوستال كارت شوف انا الكلام ده من ايام فيكتور سنيدر كوستال يعني ظل هو كارت زي الغضروف اما البوستير اند بتاع الريت اللي تركب في العمود الفقري دي من ورا مش شرط لا يبقى الريت لو رجل يبقى احط ايدي كده ايدي ديته بس النيل مرتبرا كولا مرتبرا كولا طب البوستير اند بتعرف فيها ايه؟ فيها ايه؟ وليك وتيبرت فيها كم معلومه اولاد ثلاثه هيد وليك وتيبرت لما ابص كده في الرسمه دي انا كده حاطط ريت وبصيت من ورا يعني بص كده ما اعرفش كده زي ما كنت ماسكه عامله كده ده ورا على الهيد دي ورا دي الهيد الهيد بتاعت الريت بيبقى عليها ابر فاست ولور فاست وبينهم كريست وبعد كده تيجي النيك وبعد كده التيبرت التيبرت بتاع الريت بيبقى في حته ناعمه وحته خشنه المفروض مكبرين مش فاهم هنا ما اعرفش ليه في الرسمه دي انما اتليست يبقى الهيد فيها كام فاست يا ولاد؟ اثنين ابر ولور وبينهم مين يا ولاد؟ كريست الريب الهيد بتاعته ده بيتسحب طرف انهي كولا لو رايت في المرتبه كولا لما نكمل ما درستنا عرفت ان الريب لما بيركب ورا الهيد عليها فاستين حته احنا عاملين حته تركب مع المرتبه دي اسمه حته من اعلى منه يعني ده لو ريب نمره سبعه اي ريب امسكه مثلا سبعه وسته تركب مع كام فيرتبرا؟ اثنين سبعه وسته سته عشان عليها كام فاست لما كده اثنين وبينهم حته ماده اسمها كريست تركب مع الديسك اللي بين البرتبرا اللي اسمه انتر برتبرا ديسك يبقى لما ركب الهيد مع بعض ورا كان مع ثلاث حاجات دي الثلاث حاجات اللي تركب معهم البرتبرا اسمه واللي اعلى منه والديسك اللي بينهم يعني لما يكون برتبرا نمره سبعه يركب مع برتبرا سبعه وسته سبعه وسته والديسك اللي بينهم في هذا الكلام دي الهيد احنا ما بناخدش العظم في المشرح هناك بس عشان الكلام يخدمني في شرح النظري مش كده لا بتقدر الامكان هتجهدوا في المشرح شويه انما عشان نقدر نشرح العضلات دي الهيد مين اللي بعد الهيد يا ولاد النجم يجي بعد كده مين موجود هنا ده التيوبال التيوبال دي المفروض بيبقى في حته ناعمه الحته ناعمه دي اسمها فاسد والفاسد ده اللي يركب مع الترانسفيرس بروسيس كل فرتبرا لو حد فينا عنده فكره يبقى طالع منها بروسيس على الجناب كده اسمه ترانسفيرس بروسيس طب راس الضله تركب مع مين والتيوبال بتاعه يركب مع مين راسه يركب مع كام فرتبرا اثنين اللي اسمه على مين؟ أما التيوبركل بتاعه مع ترانزم بتاع البرتبرا بتاعته، إيه معنى بتاع البرتبرا بتاعته؟ سبعة نمبر سبعة سبعة مع سبعة وثمانية مع ثمانية مش كده لا بيبقى كأن الريب لما بيركب ورا كده لهيك ولهيك وليا وليا التيوبركل يجي بعد كده الشافت الشافت بتاع الريب أولاد بيبدأ من عند التيوبركل وتروح بيه لاترال وتيجي قدام كده يكبر قدام حلو قوي بدايته تبقى أسطوانية شوية سلندريكال بقيته الافلات مبطن كان واحد دايسه كده من الجنبين فبقى ان واحد داس عليه من الجنبين طب احنا بس جايبين تريبس في سيرفس من بره تسمى ايه السيرفس اللي بره ده اوتر سيرفس وسيرفس من جوه انر سيرفس السيرفس اللي بره يبقى اسمه ايه؟ اوتر سيرفس واللي جوه يبقى اسمه ايه؟ انر سيرفس ما حد سرحان يبقى مين السيرفس اللي بره ده الاوتر سيرفس وده الانر سيرفس ليه كام دول بوردر يا ريبرا مع كده اثنين واحد ابر واحد مين لو اللي جاي ده مهم جدا 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 الابر بوردر بتاع الريب لما تمسكه بيبقى تخين وراوند شويه اللور بوردر بيبقى شارب انا كده بص على الريب من ورا اللي فوق ده يبقى انهي بوردر ده مش مين ابر طب مين تحت تبقى مين لور لما تمشي على اللور بوردر كده تلاقيه عليه تحت غروف ان انا اطلب القصرانيه صور ما ينفعش مش كده كم امتحانات عمل يعني تشوف الجروب ده بيتعلم عليه خط التباشير لغايه ما تقرا فيبقى هنا الجروب ده اسمه ايه؟ كوستر كوستر فلما بقعد تاكل في بيت بقول كده معاكم بصوا ليه؟ لما اعرف تاكل في بيت وامسك دولار زي ده كده ما حدش يبقى سرحان ولازم اتليست ابقى اتفرجت على دولار مره رسمي اسال سؤالي فضلت كده قدام انت هنا في نقطه اسمها كوستر مش فيها كوستر شارب ورا في هيت وليك واقف يوبيل لما امسك الدولار كده الاقي الدولار جاي كده وراح لقدام درجة الزاوية بتاعت النقطة دي اسمها أنجل، ودي تعتبر أضعف نقطة فيه لما الواحد بيزيد كده بدأت الجسم يعني ماشي. لما أمسك الدولة بقى ألاقي دي سطح خارجي وسطح داخلي، أوتر سيرفيس وإينر سيرفيس. عارف زي واحد يكون ماسك كلابه وبطاطه بإيديه كده، مش كده لا، كلابه بكده دوست عليه كده، يبقى
يبقى ليه سطح بره وسطح جوه، وليه بوردر فوق وليه بوردر تحت. اللي فوق بيبقى شكل ايه راوند، واللي تحت اشار وجنبه بروف من جوه اسمه بروف اللي من جوه كوستال. كوستال الجريد لما بدات هيبقى له سيم اند وليه اند اند، وسيرفس من بره من بيت، سيرفس من جوه ايه كونكيف ان. حلو قوي. البوردر اللي فوق دوت بيبقى شكل ايه سلندريك، والبوردر اللي تحت شار اشار وجنبه بروف اسمه بروف اللي ده كوستال. انا مثلا سؤال لطلبه عندها ضغط ضمير تقدر تقول لي كده، انا مين؟ اللي عندي الطلبه الصحيين كده وبتبص على الريت بتاع الاول بتتفرج على مين؟ يبقى ده كده مين اللي موجوده دي تبقى هيت عليها كام فاست الهيت؟ اثنين عمر ولور منهم مين؟ مين اللي بعد كده ده النيك؟ وبعد كده مين المنطقه اللي اسمها توبركل؟ لما تمشي بالريت كده الريت بيجي لك على الطريقه اللي قدام اسمها ايه؟ انجل. بعد الانجل كده الاقي الريت ليه سطح خارجي وسطح داخلي، لان السطح دوت داخلي ومن بره يبقى مين؟ الخارجي. ده يبقى عندي سيرفيس انر ومن بره يبقى مين؟ اوتر. طب لو سالت مين الجروب اللي موجود تحت ده اسمه؟ كوستال جروب. كوستال جروب اسمه ايه؟ كوستال جروب. كوستال جروب بتاعنا كوستال جروب بتاع الاند بوردر اللور بوردر الابر بوردر على اللور بوردر. لا ما بتشبهش لي انت كوستال دين وارت ونير، قصه مهمه جدا بالنسبه لنا طول ما احنا شغالين. ده بالنسبه لانهي ليه يا ولاد تبي كارب، ده مين يا ولاد تبي كارب. نيجي بقى نتكلم للعضلات اللي اسمها انتر كوستال مسؤوليه تبقى بدايه السوفت تيشو بتاعتنا الفتره الحقيقيه. لما نبص على صفحه 26 بتاعت الاندر قال الولاد يبقى برضه انا نجحت في الاول ببدا اعمل ايه؟ اراجع تيبي كاريت الاول وابص على شكل السيرم اللي لازم احطها في المشرحه، مش كده لا طبعا برضه احنا بقينا اكبر سنه من اول سنه. لما بياخد العرض في المشرحه يبقوا مجبرين يخلصوا كميه معينه. وبرضه زي اي محاضره او اي كده انت تبقى جاهز بقى، يعني مش نايم في المحاضره في المشرحه وهو خلص العرض وانت رايح سمعت العرض بس ما لقيتوش وش كل سنه شال عرض صورك. انا لو ذاكرت كويس كده وقبل السكشن الثاني مش الاولاني كنت براجع اموري وخدت عظم اللي عندي هنتهكه وقعدت اراجعه مع المريض على الترابيزه كده يبقى العظم ده خلص. مش كده لا تبقى انت كده تامن نفسك قد ما تقدر. ايوه تزود حاجه نقص حاجه كده. طبعا هنتكلم في الاخر من اهم وقت تيم الفرس والباقي له الله. مش كده لا الفرس ده يعني وصلنا في عهد من الركن ونجيبه ريتم. يعني الفيرس اللي وصل في عهد اللي كان ريتم، يعني احنا مش هتقدر اصلا ايه سوبر نعمل اشهر، احنا بندرس الفيرس اللي مش شفت في الدرجه دي. يعني الفيرس اللي لما تقعد مع الدكتور لما تشهر مع شهر تخش جوه دماغه، مش شفت ده اقعد جوه دماغه كده وش عايز ايه الفيرس اللي ده هيساليه تاني ده قال معايا. فبتدي كانوا الباقيين بقى لما يبدا يشرح سيدي يتكلم كلامه، مش شفت ده قال كمان قالوا ليه كده عشان تبقى عاجبين ايه؟ تعالوا بقى نتكلم مع بعض على الانتركوستال فيز. لو حد فيكم بص المنشار بتاعه بقى في صفحة يا ولاد لما كده 26 كده 27 في فيديو 27 طبعا الانتركوستال ماسلز اللي اقول ده مش على مسؤوليتي طبعا نهائي. الانتركوستال ماسلز اللي هناخدها في الانتركوستال سبيسز عليها كمية اسئلة تي اس كيو مالهاش اول ريف انما انت ما شفتهاش. فانا في 30 سنة ما شفتش سؤال اسمه ديسكرايب انتركوستال ماسلز. انما كمية الام اس كيو اللي عليها انسى، يعني ممكن تبقى بتعمل صفحة الام اس كيو تاني، صفحة اول نفس السؤالين كده. عندنا في الانتركوستال ماسل كان عندي في سبيس اسمها انتركوستال سبيس. في كل انتركوستال سبيس في عضلات اسمها ولاد انتركوستال ماسل. مرتبطين من بره لجوه اكسترنال انتركوستال ماسل، انترنال انتركوستال ماسل، الى النص انتركوستال ماسل. بمعنى لما تيجي تشرح هتلاقي عندي هنا كده ريبو ريبو. هتلاقي منهم عضله اسمها اكسترنال انتركوستال ماسل شيل. تلاقي دي بقى زي قميص بتلجك تحت قميص تحت فانيلا. طب لما اجي اسال سؤال يبقى مين اللي بره دي تبقى مين؟ اكسترنال. لما تشيلها انترنال تلاقي عضله اسمها ولاد انترنال. لما تشيلها تلاقي عضله اسمها انر موست انتركوستال. يبقى انا عندي كام انتركوستال ماسل؟ ثلاثه. الكلام ده بيتكرر في كل سبيس. يعني لما تيجي تقول لي في الدور الاولاني والثاني بينهم اكسترنال انترنال انر موست الثاني يبقى فين الكلام ده بيتكرر في كل سبيس مش كده ولا يبقى عندي اكسترنال انتركوستال ماسل تحتها انترنال تحتهم انر موست انتركوستال اكسترنال انترنال انر موست اكسترنال انترنال انر موست. في كل سبيس ده عارف ثلاث عضلات. اللي جاي ده للاسئله بس والباقيين هم قاعدين معانا. بنعمل ايه يا ولاد بقى قدر الامكان؟ لو جينا انت معاك الدكتور عارف في الترم ده؟ ها؟ كان الله فهمكم بصراحه مش فاهم ولا حاجه في التسويق. الدكتور عاكف معلم تسويق بصراحه. لو انتوا ركزتوا معاه هو طبعا بيحب يتنطط شويه عشان بلاد ما تعرفوا يعني ما تعرفوش السكنت.
بس بصراحه عندي سيرش لما ما بتدخلوش قريب يعني انت بتسمع سيرش نظيف يعني تعرفوا في سيرش ده اوكي بس قاعد ومش عارف سرحان بقى وقررت حاجه قلقان ربط بس كلامه ولا مشيت فيه لو ركزت معاه في سيرش تعرف سيرش احسن من نص البلد مش كده هو كارد ولا بصوا لنا معايا ده كل غير ده كل غير عندنا لما نيجي نقول مع بعض العضلات بتاعتنا في سيرة تركوس المفصل انتبهت هنا في اولاد مصر كل عضله لازم عرفتها ارسم في السيرش ده واحد واتجاه الالياف بتاعتها المصل فايبر مثل داون ورجع باك وطلعها كده اثنين وموجوده في السبيس من الاثنين ما انا عندي بقى لو انت مخك نظيف السبيس بيبدا من عند العمود الفقري ورا لغايه السنه قدام طب العضله بتحتل يعني لما امسك ضلع زي ده وضلع زي ده واستعد الذكاء واعمل ضلعين كده جنب بعض السبيس بينهم ده اسمه انت كوستال سبيس طب انت بادئ من ورا من عند التبت الكابيتر تبت الاسكاب السبيس اللي بين من هنا بين التوب دول الرابس دول لو انا عامل كده وحاطط ايدي دي كانها السنه ورا برتبع فين السبيس اللي بينهم اهو هل العضله بتحتل السبيس من اوله لاخره ولا موجوده في جزء ومش مختفيه في جزء ده مهم جدا يعني انا هعرف في كل عضله ثلاث معلومات اورجن انسرشن بدايه انسرشن بدا رسم اورجن مين انسرشن تشي الالياف بتاعتها دايركتد ازاي داون وورد فورورد داون وورد باك وورد اب وورد ميد ايا كانت طب تحتل من السبيس قد ايه كله نصه ثلاث ارباعه كل واحده مختلفه بتسينا هذا الكلام انت بيكسترنال انت بتوصل مصر سنة تركوس المصري بتاخد اورجي من اللور بوردر بتاع الريت اباب السبيس وتعمل انسيرشن في الابر بوردر كوزيت بيلوه السبيس طب حد فينا فاهم الجمله اللي انا قلتها دي ابقى معلم ايه معنى العضله واخده منين وانتهت فين من اللور كده واخده اورجي منين من اللور بوردر كوزيت اباب السبيس وتعمل انسيرشن فين في الابر بوردر كوزيت بيلوه السبيس كل السبيس متحول من كام ريت لما كده اثنين ابر ولور يبقى لو انت انا لسه كابت ما قلت كده برضه لو دي عظمه الارض في نيوريز العظمه دي عشان تستنى ما حدش سامحين وجيت عملت معاكم كده قلت ده الضلع الاولاني وده الضلع الثاني وده الضلع الثالث وده الرابع والخامس وهكذا مين اللي في الضلع اللي قدام اللي انتم صاحيين ده؟ كوستر كارلوس يعني ما حدش يبقى سرحان ده سبيس فوق الضلع وتحت الضلع مش كده برضه؟ عايزين اورج بتاع السر انت كوستر هتاخد اورج منين؟ انا من اللور اوكي اعراض السبيس ما ده السبيس اللي هتكلم عليه تعمل السيرشن فين؟ في الابر بوردر وفي السبيس يبقى اورج من هنا والسيرشن هنا اتجاه الدايركشن بتاع الهايبر داون وفورورد كده زي اللي بيحط ايده في جيبه لما تيجي تحط ايدك في جيبه يبقى تحطها كده يبقى لما احط ايدي في جيبه تنزل كده في جيبي يبقى الدايركشن بتاع الفايبر بتاعته داون وفورورد زي ما الفايبر نازله كده في الدايركشن داون ايه فورورد حتى ما بيجيش سبوتنج انما لما تخش المشرحه اي مره وتبركز كده في العضله وتشوفها مره بعينيك ابقى قول لي لو نسيت مش كده ده يبقى دي سن انت كوستا المصل برضه ارجع من اللور بوردر بتاع بيبقى بابل سبيس سيرت في الابر بوردر اوف ذا ريك بيلو السبيس تمام واتجاه الالياف بتاعتها الشعوذيه داون فور طب وهي موجوده في السبيس من هنا منين؟ من اول التيوبات لغايه كوستا كارت طب ولما يجي كوستا كارت تختفي ويحل محلها بين الاثنين كارتريج ممبرين اسمه anterior intercostal membrane او ممكن اسميه external intercostal membrane ليه اسمين اما اسمه anterior اما اسمه ايه؟ external يبقى لما اسال السؤال الطلبه صحيين واغلبنا كده ان شاء الله العضله اللي نزلت داون فورورد ماليه كده نازله كده 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 طب ده كارتج وده كارتج ابص بينهم الاقي بينهم ماسل فايبر ولا ما لقاش ماسل فايبر؟ انا لا دكتور متشلان هلاقي بدلها ايه لو بعد كده ممبرين اسمه انتيريور انتركوستس ممبرين وممكن اسميه اكسترنال انتركوستال ممبرين ليه بسميه انتيريور انتركوستال ممبرين؟ انا هو ممبرين بتوني كارتس الكوستال كارتس او ممكن اسميه اكسترنال عشان اقدر اسمها اكسترنال يبقى انا بسال سؤال في اسئله الام سي كيو والله ما بعرفش هتلاقي اسئله منها كتير الاكسترنال انتركوستال باسل موجوده في السبيس بس ورا فين ومنتهيه فين قدام بدات ورا من عند منطقه مين التيوبيركل وارتدت قدام لغايه الكارتل طب لما جينا عند مكان الكارتل بس كمل بدالك ممبرين اسميه انتيريور انتركوستال ممبرين هعمل بقى رسمه زي رسمه كتير بس عايز واحد مخه نضيف قوي هاخد واحد فيكم اعمله كروس سيكشن مقطع عرض بس محدش يبقى سرحان لو عملت كروس سيكشن في بني ادم وانتوا وافقتم ده
تبقى الورقه دي تبقى 100 مع كده البرتبرا كولام بتاعي محدش سرحان هيك، والقدام دي تبقى عظمه، مين عظمه دي؟ عظمه مين؟ انا عندي اي ريت بيثبت راسه هنا والتيفيرتل بتاعته هنا مع الترانسفيرس بروسيس ويلف يعمل انجل هنا ويجي لقدام يعمل كارتش ويكمل قدام، ده مين الموجود هنا؟ ده ريت. هحط نقط كده اللي يعرف يثبتها في دماغه يبقى صح. النقط دي تمثل مكان مين؟ التيوبانكل، ودي مكان مين؟ الانجل، ودي مكان الكارتش ما بدا، ودي مكان عظمه اسمها ايه؟ السر. عايز احط العضله اللي اسمها ايه بقى لما كده؟ استرنم. استرنم واستمص. هشيل طبعا الرجل لان انا هحط بين العضلات بين الرجل عضله. لو بدات من هنا وكملت كده 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 وعملت كده وهنا نقطت، عايز حد يقول لي ليه انا عملت كده بقى؟ العضله ده الاول لما كان مين؟ التيوبانكل. وابتدت للامام كلها مصر، كل دي عباره عن مين؟ مصر. طب لما جت قدام حد ما حد قال لي الاولاد الرسمه دي عباره عن ايه لما كده سيشن؟ لو حد كده بيبص في رسم الكتاب اللي بالصفحه كده دكتوره مش كامله لا. ايوه ايوه الرسمه دي، الرسمه دي لو حد فينا سرحان سرحان كام دي يا اولاد لما كده؟ ها؟ 30. اسال سؤال، فين عظمه السرنم في رسم ال 30 ديت؟ عظمه السرنم تحت اهي، مش كامله لا، دي عظمه السرنم. تحطوا العمود الفقري لو حبيتوا تحطوه فين لو ما كده؟ تحطوا برتبرا كولر فين في الرسمه دي؟ ورا كده تمام، يبقى ده مكانه، يبقى دي الرسمه بتاعته. عايز واحد منا يشوف الاكسنه انت بص مصر هم عاملينها ازاي؟ عاملين خط اسود كده، ده اللي انت هتذكر انا ديكو، عامل خط اسود كده، ولما جت قدام وقف وحل محلها ممبرين، مين الممبرين اللي حطه ده؟ انتيرور انتركوستال ممبرين، يبقى انا مره تاني ما بزهقش صراحه، عايزين العضله دي واخده اورج مين وسيرت فين لو عندكم ده ضمير؟ واخده اورج من اللور بوردر بتاع الريب اعراب السبيس والسيرتس في الاعلى بوردر بتاع الريب في لور السبيس الدايركشن بتاع المصل فايبر ده مظبوط فورورد، طب ممارسه الفراغ منين لمنين؟ من التيوبيركل لكوستر كارتو، طب لما جه كوستر كارتو مين حل محلها ممبرين؟ اسم الممبرين انتيرو انتركوستال ممبرين. الرسمه اللي جايه دي الاذكياء بس. رجعوا صفحه ورا كده يا ولاد. الرسمه اللي تحت على ايدك اليمين تحت دي، قالوا دي بتاعت الاذكياء، وانتوا قربنا بقى قليل رحم الله. قالوا بتعمل ايه بقى يا ولاد؟ انا عندي رسم خفيف قوي في الجاي ده. الريب ده واقف كده والريب ده واقف كده، اللي جاي ده للعضلات بقف الاثنين كده. طبعا الريب الثاني بيبقى عاملين كده معاهم، حط عضله السنه فين لو انتوا اذكياء. قدام حط العمود الفقري بره. انا هقطع كده انشر كده وابص من قدام، يعني اخد الريب ده اقطمه كده وابص عليه من قدام. اسال سؤال لو انت وافقت على كده وده هو واقف فوق كده مش كده ولا لا؟ احسن سؤال صعب جدا جدا جدا، يبقى ده انهي بوردر اللي فوق ده ابر وده انهي بوردر ده لور وده انهي بوردر ابر وده انهي بوردر لور. طب ده هيبقى عليهم جوه الجروب اسمه كوستر جروب. عشان الرسمه دي السكشن ده لو حد فينا فاهم اقرب كده بالعرض كده اللي هو ابتر راجل للناس اللي مخاطبين وسامعه كده كويس، هوقف الراجل ده كده والريبس تاني، اقطعه ازاي؟ اقطعه كده، اقطعه كده بالعرض كده، مش كورونا كده، ما عندناش كلمه كورونا عشان الكلمات دي بتضايقنا، اقطعه كده، مش كده، لو قطعته كده هكتب حاجه، لو غرستوها تبقى اشهر مني لان انا ما عدتش عارفها 10 5 15 20 سنه صراحه، لو عملت كده وانتوا وافقتوا على كده، الله لو بتفهموا وجيت عامل كده، وجيت عامل لي واحد تاني كده، الله لو بتفهموا وعامل كده، عايز اسال سؤال بس هو صعب جدا 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 جدا, جدا. لو عملت الريب هنا كده التاني ده من الناحيه الثانيه الله لو بنفهم الفهم ممتع جدا، لو عملت كده معايا بقى فين الانتركوستال سبيس بتاعنا هنا كده؟ هو ده؟ لا الحمد لله فين الريبس؟ ده ده فين الانتركوستال سبيس بقى؟ قالوا ده انتركوستال سبيس. حسن سؤال صعب جدا لناس نايمه قوي 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 سوبر كيلينج مش كده ده؟ لو عملت كده ده هو البوردر بتاع الريب اباب السبيس ويبقى ده مين ابر بوردر بتاع الريبيلون سبيس اللي جايه دي للي بيفهم اللي جايه دي للي مخه نضيف قوي 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 وهذا الخط يمثل الاكسترنال انتركوستال مسل اللي جايه منين وراحه فين بقى لو ما كده؟ جايه من الدور بوردر بتاع الريبيلون بوردر في رسمه الكتاب عيننا عليها الرسمه على ايدك اليمين تحت دي عايز تحدد الريب فين والريب ده تحط لي العضله فين العضله بتاعتك؟ ادي ريب وادي ريب مش كامله لا والعضله موجوده باينه ولا مش باينه العضله دي؟ اسمعني اكسترنال انتركوستال مسل. اسال سؤال للناس اللي قاعدين قدامي وش كده فين الريبس في الرسمه دي في رسمه الكتاب؟ ادي ريب مقطوع ازاي الريب ده بقى كده قطعني ازاي؟ جايبها 100 100. طب الريب الناحيه الثانيه انت زيهم مش كده برضه المفترض؟ طب اسالكم سؤال بس هو صعب جدا للناس الاذكياء. انا وليه؟
بس محدش يبقى سامحاني، انا عايز لسه بقى قرآن. اسال بقى سؤال، الرسمه دي صعبه جدا 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 لاغلب اللي قاعدين قدامي. الله بقى لو فهمته ديت، الله لان انا نفسي مش فاهمها. الله بقى دي رسمه دي صعبه قوي. ده جست على بعض، الله لو بتفهمها، الله لو بتفهمها. ده وده رد. طبعا ده امر بوردر تاريخ وده مين ده؟ هو فين كوستر جروف؟ مفيش. اهو المضاد واللي فيه النيرف. ايوه طيب حلو قوي. العضله اللي نازله دي تمثل الاكسترنال جايه منين؟ راحه فين؟ من اللور اللي هو السبيد، وراحت لمين؟ للقدر جول للور سبيد، والدايركشن بتاعها داون فورد مش كده برضه؟ لا ده سبيد زي الفل، واللي جوه الانترنال واللي جوه دي تبقى مين؟ انر موس. ما حدش سرحان. الله لو بصيت كده، الله لو بنفهم ادي اكسترنال انتركوستر الماسل ماشيه اهي 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 اهي. ايه اللي حصل؟ الممبرين على الممبرين الانتركوستر ممبرين مش كده برضه؟ لو في افتراض على ده كده. طب انا جاي اسال سؤال بقى، الرسمه دي بقى بتاعت العباقره بس. قال بقى الراجل ده عمله ازاي؟ لو حد فينا قدر يقول لي اعمل ايه في الرسمتين دول؟ عايز بقى واحد مخه نضيف قوي يقول لي ايده ايه ده؟ ايه ده؟ عامل ايه؟ اقعد زي ده او عملوا ايه في الراجل ده بقى؟ الله لو فهمنا بقى اللي جاي عاملينه ايه؟ قاطعينه مش الراجل ده تقفله تاني ازاي؟ كده كده هي دي الحركه اللي بيجي